موعد مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي اليوم الخميس والقنوات الناقلة. نجح فريق الهلال في الفوز على إنتر ميامي برباعية مقابل 3 أهداف، ويبحث العالمية عن إلحاق الخسارة بالفريق الأمريكي كما فعل جاره. سيكون موعد مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي اليوم الخميس الأول من فبراير الجاري في كأس موسم الرياض صراع خاص بين كريستيانو رونالدو وميسي. مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا يترقبها الكثيرون، خاصة أنها تجمع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي للمرة 38 ضمن مواجهات كأس موسم الرياض بنسخته الرابعة. يواجه فريق النصر نظيره إنتر ميامي من أجل الفوز على خصمه وتقديم أداء رائع على ملعب المملكة أرينا. يأتي موعد مباراة النصر السعودي اليوم ضد إنتر ميامي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت القاهرة على شاشة القناة الرياضية السعودية SSC1 وقناة بي أن سبورتس المفتوحة وقناة MBC المصرية.